أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي. تصدت قوات الأمن السودانية للألاف من المحتجين الذين خرجوا في مظاهرة حاشدة بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، وقامت قوات الأمن باستخدام الهراوات وقنابل الغاز المسيلة للدموع، كما قامت باعتقال العشرات من النشطاء. وهتف المتظاهرين هتافات تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن السلطة، فيما قام الرئيس عمر البشير بإلقاء كلمة أمام حشد جماهيري في ولاية الجزيرة، وأعرب خلالها أنه سيقوم بملاحقة من وصفهم بالمندسين والمخربين الذين قال عنهم بأنهم استغلوا الأوضاع المعيشية الصعبة في تدمير البلاد. عموما لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ محمد آدم الناشط السوداني. أهلا بك أستاذ محمد. ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد آدم الناشط السوداني، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. وكما شاهدنا أحبائي المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر العديد من الفيديوهات التي تظهر تصدي قوات الأمن السودانية لآلاف من المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة عمت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وطلبوا فيها بتحسين الأوضاع المعيشية، ونددوا أيضا بغلاء الأسعار، كما طلبوا الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن السلطة. وكما تعلمون أحبائي المشاهدين، فإن الرئيس السوداني عمر البشير يظل حاليا لمدة 29 عاما في سدة الحكم بالسودان الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، إلا أن الرئيس السوداني وفي أول تصريح له عقب هذه التظاهرات قال بأنه يتعهد بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين. عموما عاد إلينا مرة أخرى الناشط السوداني محمد آدم. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بكم، وشكرا لهذه الاستضافة، وشكرا لاهتمامكم بالحراك السوداني والانتفاضة السودانية المستمرة الآن. العفو، هذا واجب إعلامي علينا. عموما كيف ترى هذه التظاهرات الحاشدة التي خرجت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي طلب فيها المحتجون رئيس السوداني عمر البشير بالتنحي عن السلطة؟ نعم، هذه الاحتجاجات في السودان بدأت منذ 6 أيام، وهذه الاحتجاجات هي نتيجة طبيعية للفشل الذريع للحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطني في السودان، وفشله الذريع في إدارة البلاد والوصول إلى مستوى الرقي في العيش وفي العيش الكريم للمواطنين. فلذلك غرر الشعب السوداني أن يضع حد لهذه المعاناة التي استمرت قرابة 30 سنة من عمر الإنسان. فلذلك اصطف جماهير الشعب السوداني وقرروا بأن يرسموا خارطة جديدة لهذه السودان عبر هذه الانتفاضة المجيدة التي خرج الشعب السوداني فيها من كل المدن ومن كل الأقاليم السودانية. شعارهم هو أن يرحل هذا النظام وأن يكون البقاء لحفظ الشعب الأبي في السودان. ما رأيك في تصدي قوات الأمن لآلاف من المحتجين الذين جابوا شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وأيضا اعتقال العشرات من النشطاء؟ نعم، الآن المظاهرات اليوم كان بالقرب من القصر الرئاسي، كانت مظاهرة ضخمة جدا لتسليم مذكرة برحيل هذا النظام، ولكن تصدت لهم الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية الموالية للنظام. النظام جيش كل ميليشياته الأمنية والعسكرية، مستخدمين الرصاص الحي لقتل المتظاهرين العزل الذين اصطفوا في كل شوارع الخرطوم اليوم. وهذا السلوك من الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية ليس بجديد. في 2013 في شهر سبتمبر كان أكثر من 200 شهيد من أبناء الشعب السوداني. فلذلك هذا النظام محاصر داخليا الآن ومحاصر خارجيا من قبل المجتمع الدولي. فلذلك هو يحاول جاهدا
أن يقمع هؤلاء المتظاهرين ويستخدم أبشع أنواع الأساليب في القتل والتنكيل. اليوم تم إطلاق الرصاص الحي للمتظاهرين الذين هم يجولون ويصولون في شوارع الخرطوم، وهذا الثبات الذي رأيناه الآن من المتظاهرين يؤكد بجلاء أن الحقيقة هي التي تنتصر، وأن الشعوب المقهورة هي لها البقاء، وأن الدكتاتوريات مهما تقادم عهدها فهي زائلة لا محال. من عبر هذا المنبر من بركم الغامر نحذر الأجهزة الأمنية والشرطية بالمساس بأرواح المواطنين الذين حبوا في كل ولايات السودان، نحذرهم بأن الاعتداء للمواطنين هي جريمة في حق الإنسانية، وأن يصطف الذين الآن يطلقون الرصاص الحي للمواطنين أن ينضموا إلى صف الثورة وينضموا لمسيرة المسيرات الاحتجاجية المنتشرة الآن في السودان، لينقذوا هذا البلد، ليرحل هذا الحزب الذي جسم على صدر الشعب السوداني، وأن يقرروا مصير هذا الوطن العظيم السودان. نعم، منظمة العفو الدولية أصدرت اليوم بيانا قالت فيه بأن عدد القتلى وصل إلى 37 قتيلا، كما انتقدت أداء قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين الذين قالت عنهم بأنهم يخرجون في مظاهرات سلمية. فكيف رأيت هذا البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية هذا اليوم؟ نعم، تابعنا بيان منظمة العفو الدولية، لكن ما أريد أن أؤكده أن عدد الشهداء أكثر بكثير مما رصدته منظمة العفو الدولية، تجاوز عدد الشهداء حتى هذه اللحظة من بداية انطلاقة الشرارة في السودان أكثر من 30 شهيد، من بينهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 17 سنة. فهذا النظام ظل يقتل أبناء الشعب السوداني بهذه الطريقة منذ فترة طويلة، ولذلك نرجو من المنظمات الحقوقية والإنسانية أمنيستي إنترناشونال وكل الهيئات والمنظمات الإنسانية أن تخف وأن توجه الرسائل واضحة لهذا النظام حتى لا يسقط مزيد من القتل ولا يكون هنالك مزيد من الانهيار في السودان. نتمنى من كل المنظمات الحقوقية أن تلتف أن تكثف العمل حتى يتم إفضاح هذا النظام، ونحن لدينا الصور والفيديوهات التي توثق لعمليات الخمس التي ظلت تمارسها هذه الإصابة منذ 6 أيام. فلذلك نحن بحوزتنا كل الأدلة التي تشير إلى أن البشير استخدم الرصاص الحي ضد الأبرياء الأزل، وحتى هذه اللحظة التي أنا أتحدث فيها قتل أكثر من 30 شخص. فنحن لدينا كل ما يثبت ذلك، ونتمنى أن يلتف المجتمع الدولي وأن يدع حد لهذه الإصابة، أن لا يتم قتل مزيد من أبناء الشعب السوداني. كيف سيأتي حق هؤلاء الضحايا الذين خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون بالعيش والحرية لبلادهم؟ نعم، الحق يأتي بعد أن نقرر مصير هذا الوطن. نحن خرجنا منذ 6 أيام ورسالتنا رسالة واضحة ونبيلة، وقضيتنا قضية عادلة لا يمكن أن تسقط بالتقادم. نحن استئنا من هذا النظام في الخرطوم، وبعد أن يرحل هذا النظام وسيرحل قريبا في الأيام القليلة القادمة، وعندما يرحل سوف نحاسب كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني، وسنجبرهم على الرحيل قريبا. وهنا ستكون البقاء للشعب السوداني الذي هو يقرر مصيره بيده. نعم سيد محمد، دعنا نستمع لماذا قال رئيس السوداني عمر البشير أمام حشد جماهيري في ذلك الكليب، والذي قال فيه رئيس السوداني عمر البشير بأنه يتعهد بملاحقة من وصفهم بالمندسين والمخربين والمرتزقة الذين يسعون من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد لزرع الفتنة وأيضا لهدم وتخريب البلاد. Yeah.
عدنا لكم مجددا أحبائي المشاهدين. سيد محمد، في هذا الكليب يظهر فيه الرئيس السوداني عمر البشير أمام حشد جماهيري في ولاية الجزيرة السودانية، ويدعو فيه أنصاره للعمل ولعدم الالتفات لمروجي الشائعات، فكيف تابعت هذا الخطاب الذي ألقاه اليوم الرئيس عمر البشير؟ ألو؟ ألو؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالأستاذ محمد، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. وكما تابعتم أحبائي المشاهدين في هذا المقطع، والذي يظهر حشود من أنصار الرئيس السوداني عمر البشير ويهتفون في ذلك الكليب ويقولون سير سير يا بشير، شاهدنا أيضا خطاب للرئيس عمر البشير الرئيس السوداني، والذي يقول فيه بأنه يتعهد بملاحقة مروجي الشائعات والفتن، كما أيضا تعهد بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن توفر حياة كريمة للمواطنين السودانيين الذين يعانون بشكل كبير هذه الأيام من أوضاع اقتصادية متردية للغاية وارتفاع كبير في الأسعار. الرئيس السوداني أيضا وخلال لقائه بالقيادة العامة لجهازي الأمن الوطني والمخابرات أشاد أيضا بتعامل القوات الشرطية وتعامل أيضا قوات الجيش مع المتظاهرين، وقال أيضا بأن قوات الأمن نجحت في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وقال أيضا بأنها نجحت في الحفاظ على أرواح وعلى سلامة المواطنين. الرئيس السوداني أيضا تطرق في حديثه إلى محاولة البعض زرع الفتنة والفوضى في البلاد، هذا على حد وصفه. الحزب المؤتمر الوطني العام في السودان، وهو الحزب الحاكم، قال بأنه تلقى اتصالات من دولة معينة لم يسمها، قال عنها بأنها قالت له بأنها ستمده بما يحتاجه من مواد غذائية لازمة من أجل إنهاء تلك الاحتجاجات ومن أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مقابل أن يقوم السودان بقطع علاقاته مع دول كل من تركيا وقطر، هذا على حد وصف الحزب الحاكم في السودان. إلا أنه وبالرغم من كل تلك الأمور، لا يزال المحتجون مصرين على استكمال تظاهراتهم الداعية لتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، والذين قالوا بأنه ظل 30 عاما في الحكم وأنهم سئموا من كل تلك الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع السودانية، وأيضا سئموا من القمع الشرطي لتلك الاحتجاجات. منظمة العفو الدولية أيضا قامت اليوم بإصدار بيان قالت فيه بأن عدد القتلى وصل إلى 37 قتيلة، وأيضا أدانت التعامل الشرطي مع المحتجين، وأدانت أيضا تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ودعت قوات الأمن للتعامل بشكل حضاري وقانوني مع المحتجين الذين قالت عنهم بأنهم يعبرون بشكل سلمي رائع للغاية في التظاهرات التي تشهدها الشوارع السودانية. عموما عاد إلينا مرة أخرى الأستاذ محمد آدم الناشط السوداني. أهلا بك سيد محمد مجددا. أهلا وسهلا بكم. كنا نستمع لمقطع فيديو يظهر الرئيس السوداني عمر البشير وهو يتحدث للجماهير الحشدة التي تقف أمامه وتهتف له في ولاية الجزيرة السودانية. الرئيس السوداني خلال كلمة له دعاهم بعدم الاستماع لمروجي الشائعات والفتن، هذا على حد وصفه، ودعاهم أيضا للعمل. فكيف تابعت حديث الرئيس عمر البشير اليوم؟ نعم، البشير اليوم ذهب إلى ولاية الجزيرة وكانت زيارة فاشلة بكل المقاييس. التف حوله عدد بسيط جدا من المنتفعين
التي لهذا النظام، وهو تحدث إليهم وقال بأن الذين يتظاهرون الآن هم عبارة عن مندسين وعبارة عن مقربين، لكن هذه هي أسطوانة مشروقة ظل يرددها البشير لأنه فقد البوصلة وفقد السيطرة على هذا الوضع. الآن الوضع خارج نطاق سيطرة النظام في السودان، فلذلك هذه الزيارة فشلت تماما، وجماهير ولاية الجزيرة هتفوا في وجه البشير وإنه ولى حاربا من الولاية. والدليل على ذلك، ولكن مقاطع الفيديو لا تظهر هذا، تظهر متظاهرين فرحين بالبشير ويهتفون له قائلين سير سير يا بشير. نعم، هؤلاء جزء من هذا المؤتمر الوطني، هؤلاء المتبعين من وجود هذا النظام في السلطة، وهم لا يمثلون الشعب. الشعب الآن في كل أقاليم السودان منتفض، في الخرطوم وفي دارفور وفي جبال النوبة وفي الشرق، في كل مناطق السودان الشعب السوداني قرر مصيره، فلذلك هؤلاء لا يمثلون الشعب السوداني، هؤلاء شرذمة من المنتفعين الذين ينتسبون إلى هذا الحزب المتهالك الآن، وليس هنالك مقربين. هؤلاء شعب سوداني قرروا مصيرهم وقرروا أن يرسموا لوحة جديدة لهذا السودان، فلذلك البشير من الطبيعي أن يصفهم بأنهم مندسين وبأنهم مقربين، لأنهم لا يستطيع أن يواجه هؤلاء الجماهير الثائرة الآن في الشارع. على ذكر حزب المؤتمر العام الحاكم في السودان، الحزب قال اليوم بأن دولة عربية لم يسميها عرضت عليه بأن تمده بالمواد الغذائية والعديد من المواد التي من شأنها أن تحسن الأوضاع المعيشية في السودان، ولكن بشرط وحيد، وهو أن تقوم الدولة السودانية بقطع علاقاتها مع كل من قطر وتركيا. فما رأيك في مثل هذا التصريح؟ نعم، نحن تابعنا مثل هذه التصريحات التي ظل نراها في الأيام القليلة الماضية ونسمع بها ونقرأها، لكن بلا شك هنالك منتفعين من وجود البشير في السلطة، فلذلك هم يحاولون جاهدين أن يقدموا يد العون لهذا البشير الذي الآن تنفس أنفاسه الأخير مع حزبه، حزب المؤتمر الوطني. نحن لن تهمنا الإصلاحات الاقتصادية ولا الهبات التي تأتي من الدول الجوار أو الدول خير الجوار، نحن رسالتنا واضحة الآن، تجاوزنا مرحلة المطالبات بتحسين الظروف المعيشية، تجاوزنا كل هذا المنعطف، والآن هدفنا هو ذهاب النظام وليس تقديم المساعدات لهذا النظام لكي ينهض من جديد. نحن تجاوزنا هذه المرحلة، ولن تهمنا كل المساعدات التي تتلقاها النظام في الأيام القليلة القادمة، نحن قررنا بأننا الهدف الأساسي هو إسقاط نظام المؤتمر الوطني وبناء دولة المواطنة في السودان. نعم، جيد. عموما دعنا نستمع لهذا الكليب والذي يظهر المحتجون وأيضا يظهر المتظاهرين في الشوارع وهم يعبرون عن رأيهم ويهتفون ضد الرئيس السوداني عمر البشير ويطالبونه بالتنحي عن السلطة. إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد حرية، 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 حرية. عدنا لكم مجددا أحبائي المشاهدين، وكما لاحظتم نشاهد عددا من المتظاهرين السلميين الذين يهتفون بالحرية. عموما سيد محمد، كيف تابعت تلك الفيديوهات المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان؟ نعم، هؤلاء هم الشعب السوداني من كل ألوان الطيف السوداني، والشعب السوداني هو معلم الشعوب للثورات والانتفاضات. نحن خرجنا في 84 وخرجنا في 64 وفي 85، ونحن الذين علمنا شعوب المنطقة الثورة والصمود والاستبسال. هؤلاء الجماهير الآن يحتفون
الشعب يريد إبقاء النظام وإنها سلمية. هؤلاء هم الذين سيرسمون اللوحة الجديدة التي تسر كل أبناء الشعب السوداني. هؤلاء هم الذين انكووا من نيران هذا النظام طيلة 29 سنة. هذه الثورة نتاج طبيعي لتراكم الأزمات وفشل الهزج في بناء الدولة وتوفير أبسط مقومات الحياة نتيجة لهذا الخبن المتراكم طيلة هذه السنوات. هؤلاء اليوم قرروا بأن يضعوا حد لهذه المعاناة وهذه الثورة ستحقق أهدافها، لأن الشعب السوداني خرج من كل ربوع السودان وقالوا لن نرجع إلا بإسقاط هذا النظام، وبإذن الله نحن منتصرون لأن الحق معنا ولأن الباطل معهم. وفي هذه اللحظات الآن مسيرة في مكرمان ومسيرة في الخرطوم ومسيرة في بحري وأموم السودان، فلذلك سيشهد العالم بهذه الثورة المجيدة التي سوف تأتي أكلها قريبا، وندع حق لهذه الإصابة لنبني سودان جديد، لنلحق برغبة الشعوب والأمم، لكي نلحق بالشعب وننحط بدولتنا إلى الأمام بإذن الله. رئيس السوداني عمر البشير تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية من شأنها أن توفر حياة كريمة للمواطنين، فهل برأيك بعد هذا التعهد الذي قطعه الرئيس البشير هل ستستمر تلك الاحتجاجات في قادم الأيام؟ البشير هو أكبر شخص كذاب في المنطقة، هو ظل يراوغ ويكذب طيلة وجوده في السلطة. نحن لا تهمنا الإصلاحات الاقتصادية، الآن البشير لا يستطيع أن يصلح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السودان، والدليل على ذلك فشله طيلة 29 سنة، هو لن يستطيع أن يغير من الأوضاع قيد أنملة، فبالتالي كيف له أن يغير هذه الأوضاع ويحسن الظروف المعيشية بعد أن خرج ونزل الشعب السوداني إلى الشوارع؟ هذه أضحوكة وهذه تصريحات عبارة عن ذرة رماد في العيون، فلذلك نحن لا نلتفت لمثل هذه التراحات. نحن أمامنا هدف واضح ونبيل وقلناها وأعلناها، فلذلك لا يمكن أن نتراجع. الاقتصاد منهار في السودان، انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار بشكل جنوني. اليوم الجنيه السوداني الدولار الواحد أكثر من سوداني، ارتفاع مبالغ في الأسعار في كل السلع الاستهلاكية والمحروقات ومواد التمويل، فلذلك الدولة الآن مفلسة ولا يستطيع البشير أن يوفر حتى خبز للمواطنين. كل الاحتجاجات كانت في البداية نتيجة لتراكم الأزمات، نتيجة لارتفاع سعر الخبز والمحروقات، فلذلك إذا فشل البشير طيلة هذه المدة في توفير مقومات العيش الكريم للمواطن، فكيف له في هذه المدة أن يتأحد؟ نحن لا نصدقه لأنه كذاب وزل يكذب طيلة هذه الفترة، وسئلنا من أكاذيبه ونحن لا نلتفت إليه على الإطلاق، وإنما نحن مستمرين في ثورتنا وفي انتفاضتنا حتى ندع حق هؤلاء الإصابة لينعم ما تبقى من الشعب السوداني بالعزة والكرامة في الأيام القليلة القادمة. من خلال برنامج رأيي، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها للجماهير السودانية التي تنزل حاليا للشوارع؟ رسالتنا في هذه اللحظات، أنا لدي رسالتين. الرسالة الأولى للجماهير المحتفظة السائرة الشجاعة التي ترابط الآن في الميادين، استمروا في ثورتكم المجيدة، استمروا وأخرجوا من كل حب وصوب والتفوا فيما بينكم، فليتشابك أيديكم الآن وأخرجوا جميعا وأنزلوا في الميادين والتفوا وكونوا لجان المقاومة، نحن في القارب معكم قلبا وقالبا. جيد. ندع حق لهذا النظام. هذه الرسالة، والشعب السوداني شجاع ولا يخاف الموت، والدليل على ذلك قدمنا شهداء في سبتمبر وقدمنا شهداء طيلة 6 أيام أكثر من 30 شهيد، فلذلك على الجماهير أن تصمت أمام الطغيان، وعندما يرتفع كبير الثورة فعلى الأحزاب أن يلتزموا الأرض. الرسالة الثانية لكل المجتمع الدولي،
والقنوات الفضائية أن يهبوا وأن يعملوا حتى يعملوا تغطية كبيرة جدا للانتفاضة السودانية الآن. نعم. هنالك تعطيل إعلامي كبير للقنوات السودانية في الداخل ونحن لا نؤول عليها. نعم. عموما أشكرك شكرا جزيلا، للأسف وقت البرنامج انتهى، رسالتك وصلت أستاذ محمد آدم، وأشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من برنامج رأيي. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا في حلقة اليوم، ونراكم غدا بإذن الرحمن في نفس الموعد، إلى اللقاء.